ارتفاع أسعار بعض الأصناف في المطاعم وتفاوتها بين مطعم وآخر ومحل الحلويات، هذا ما يلاحظه المواطن الأردني في هذه الفترة. للحديث عن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأستاذ عمر عواد. بالبداية سيدي، كان هناك مطالبات في تعديل القوائم السعرية لتتناسب مع ارتفاع أسعار المنتجات، فهل رفعت الحكومة أو رفعت الأسعار بقرار حكومي وعلى إثره لاحظ المواطن الارتفاع في الأسعار في المطاعم؟ شكرا، الله يسعد صباحك أنت والسادة المستمعين جميعا. صباحك سعيد أخي الكريم. لا، ما تعدلت القائمة السعرية نهائيا، رغم أنه في زي ما أنت عارف والسوقياتك وقدام الناس كلها ارتفاعات فظيعة بالسوق. في وزارة الصناعة والتجارة تقول لك لا لا لا، فيش ارتفاع فيش ارتفاع. يعني امبارح مثلا الدجاج انسحب اللي كان بليرتين وربع صار بليرتين و90 قرش وثلاث ليرات. تنكة الزيت اللي كانت ب 21 صارت 31 و30 امبارح، ثبتتها وزارة الصناعة والتجارة على السعر العالي 29. عرفت؟ كل شيء معترف فيه. يعني العدس اللي ب 75 قرش صار بليرة ونص. نعم. باكيت شاي الليبتون زاد 20 قرش. الاجبان بانواعها زادت من 25 ل 35%. كل شيء سمحت فيه وزارة الصناعة والتجارة إلا شغلة واحدة، إنه ممنوع تزيده على المطاعم. المطاعم لا، المطاعم مش رايحين نعدل القائمة السعرية لأنه هيك كويس. عرفت؟ وكأنه صفوا مشكلة الدولة كلياتها، عرفت، مشكلة الحكومة كاملة بتمثل وزارة الصناعة والتجارة بنظام المطاعم. اطلع من تصريح وزارة الصناعة والتجارة خلص ظلوا حاطين رجليهم بالحيط صار بده يدبرها. هلا هذا التعنت تاع وزارة الصناعة أخي الكريم، شلا شو ترتب عليه؟ عرفت؟ هلا تعنت وزارة الصناعة والتجارة أدى إلى شغلتين. نعم. الشغلة الأولى بالقانون مسموح لصاحب المطعم يروح يدفع ضريبة، يسجل ضريبة مبيعات ويعوم سعره زي ما بده. وإذا بتلاحظ بتلاقي تفاوت كيلو كناس هون بأربع ليرات وهون بثمان ليرات. نعم. لأنه مسموح له بالقانون. أو إذا منطقته شعبية مش رايح يقدر عليها، وغالبية مناطقه شعبية بيضطر إنه يغلق. لما أغلق زدنا البطالة وزدنا المشاكل بالشارع وزدنا مليون مصيبة بالشارع. ومع الأسف الشديد الوزارة التيار بلد واحنا بلد. نعم. يا اخي ما تنحل الامور بطريقه هيك، لازم تتعدل القائمه السعريه لانه صاحب المطعم قاعد بيخسر. شهر كثير سكر اكثر من 350 مطعم. استاذ عمر، في حال تم تعديل القائمه السعريه، انتم بتطالبوا بتعديلها بشكل كبير ولا عم نحكي، خلينا نحكي في لغه الارقام، بتطالبوا بخمس قروش بثلاث يعني قروش باربع قروش؟ خمس قروش 10 قروش قاعدين بنطالب. يعني الساندويتش اللي ب 55 تصير 60، الساندويتش اللي ب 35 تصير ب 40، علبة الحمص اللي ب 55 تصير ب 60، هذا اللي عمالنا نطالبه. موطن الحمص ارتفع اخي الكريم من 300 ل 900. نعم. طيب، تفاوت في الاسعار، انت حكيت معلومه مهمه بانه في المطاعم، هذا اللي دائما بنحكيه والمواطن يمكن في عنده لبس بهذا الموضوع، المطاعم التي تخضع للضريبه والمطاعم التي لا تخضع للضريبه. المطعم الذي يخضع للضريبه كيف يعامل، والمطعم الذي لا يخضع كيف يعامل؟ هلا المطعم اللي معك انه ضريبه الدخل والمبيعات بشكل عام، هذا بده ياخذ قائمه سعريه من النقابه والصادق عليها ضريبه الدخل والمبيعات، انه هذا المطعم ما في من ضريبه المبيعات، شريطه التزام بالسقف السعري اللي انا كنت بحكي لك فيه قبل شوي. نعم. هلا بيجي يصير ان الناس بقول لك يا عمي انا هذا السقف السعري والله قاعد بخسر معي، ومنطقتي كويسه بعمان الغربيه بقدر ابيع السندويشه كما اشاء. بيجي بيروح على الضريبه بقول له عمي انا بدي ادفع ضريبه مبيعات وبدي اعوم سعري. نعم. طبعا بالقانون مسموح له. طيب، اليوم المواطن اللي عم بيلاحظ ارتفاع في الاسعار حتى في المطاعم الشعبيه، هل هذا الامر يجوز ولا امر خلص لانه المطعم ما بده يسكر فقرر انه يرفع على راسه ويتحمل المخالفه ان كان؟ لا، ما فيها مخالفه. لا، هو خلينا نكون منطقيين، هلا هي مش مخالفه، هي مصيبه. يعني ما بيقدر يتجاوز هاي النقطه، لو الكل بيقدر يتجاوزها بيقدر يخالف بيخالف. نعم. بس ما واحد بيقدر يخالف، يعني خلينا نكون منطقيين، لانه اذا بده يرجع لخمس سنين لورا وراح تكون طامع على المطاعم. بس ما هو قاعد يختار طريقين، اما يروح على المبيعات يسجل واما قاعد يغلق. اخي معاذ، صارت نسبه الاغلاق اكثر من نسبه الاشغال. وزاره الصناعه والتجاره بعدها بتقول لك لا 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 لا، لا ارتفاع الاسعار، لا ارتفاع الاسعار. اخي الكريم، احنا قاعدين في وزاره الصناعه والتجاره وبحكيها جتنا على الهواء، قاعده بتفاقم البطاله في الاردن، قاعده بتزيد البطاله بطريقه مش معقوله، لانه مش عمالهم خرس هيك بده. حط ترك كل هموم التجار وبس حطها بقطاع المطاعم.
هذا الحكي مش من مصلحه الناس تسكر، نعم. ومش من مصلحه الناس انه تروح على الضريبه ويصير الساندويتش اللي بنص ساعه تنباع بيره والشكر. طيب استاذ عمر، استاذ عمر لضيق الوقت سريعا، تثبيت سقوف سعريه للزيوت النباتيه، هل هذا الامر بصالحكم ولا غير بصالحكم؟ سريعا اخي الكريم، وزاره الصناعه والتجاره حكيت امبارح على الهواء وبعد رجع عيدها بتشتغل لصالح التجار، ليش ثبتت بالسعر العالي؟ ليش ما ثبتت بالسعر الواطي؟ طالما انه القانون سامح لك يا وزير الصناعه والتجاره، ليش امبارح اللي اخذت القرار بعد ما طلع عمر عواد حكي على التلفزيون اول امبارح؟ انت ثبتت 29 دينار، اتحدى الى كل الدول اللي حوالينا فيها 29 دينار، اقل من هيك بتلاقي اكثر من 9 ليرات. نعم. طيب وزارة الصناعة تربي التجار الكبار فقط لا غير. للحديث بقية أستاذ عمر عواد، الوقت يعني لم يخدمنا وداهمنا، بدي أشكرك الأستاذ عمر عواد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، كنت معنا عبر الهاتف.